ها شلون نادي معك اليوم؟ والله تمام خوش واحد يسأل عنك عاد. يسأل عني ها؟ أبي ما عندك خلطة جديدة كورسات أوبر الزقراف. أفا عليك مزهب لي كورس ب 600 دينار وناطر لعانة تنزلة الرجعي بكملهم واصك لي كورس الدب الروسي توليع. والله شو الكورس هذا ب 600 دينار ايش حقه؟ إي أخوك ناوي لي على قروثة 16 يونت على بروبنيت على بريمو وبولعك توليع. تبي صدق؟ أنت ما عندك سالفة. أي ما عندي سالفة الله يهداك. الحين اللي ما عنده جسم ما حد يطلب وجهه. غلطان. اخوك كل يوم اطلع من البيت موكب بنات ليل قهوه ولا تقول اتوج تصدق؟ ايه خير ان شاء الله. شلونك؟ ايه بخير. ها قهوه الاخ زياد وصل. مساء الخير. مساك الله بالنور يا هلا. هلا هلا مساء النور يا نزار غباني يا الحب شلونك؟ ما ينشفيك علي الله يهداك. يبا والله ما فيني شيء. انت الوحيد اللي من ربعي محترم. باقي الشباب كلهم مش محترمين. لا صدق وين السبير اليوم؟ العشير كاهو جاي بالطريق. انا اول مره اشوف ربع مثل كذي. يدرسون ويا بعض، يطلعون ويا بعض، ينامون عند بعض، زي ما يتزوجون بليله واحده بعد. انت وش حارك؟ قول ما شاء الله بس قول ما شاء الله. اي والله وهو صاج حاد وبكذبهم. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا هلا حيدر. شلونك زين؟ تمام. شلونك خايف زين؟ زين. مش حقه ما تقولون ان هالك موجود بالقهوه؟ ايه حيدره يا مسخك وانت تدلع. ترى ما له داعي تزعل ما له معنى. اي دلع علم صاحبك علمه، مو عسى ما شاف اي واحده على طول راح تحرش وقط كلام ويمشي يتكلم. كلمت واحده شاب يلا عاد. بعدين انت ليش ما قلت لي قلمها الزبره بيكون موجود هني؟ حيدره لو ادري انك تبيها للبنيه كان ما طلعته، بس ما ادري انك حاط عينك عليها. ترى هذا ايش يقول؟ يبا شنو حاط عينك على البنيه؟ ايش يقول هذا؟ يعني كم يكحلها عماها مرة واحدة. عيل شو السالفة؟ يا الخبل البنية هذه بنت جيراننا ومثل اختي، يعني اهلها نفس عصبة اهلي، ما يصير اخلي اي واحد يمشي ويتحرش فيهم. ها خلاص يبا لك مني هالبنية ما اجرب صوبها، خط احمر. ايه تسنع. خلاص طاح الحطب يعني؟ عفا عليك طاح الحطب وتفتت بعد. انا وحيدر اخوان عمرنا ما تفرقنا بنية. كفو عليك. ايه كفو الحين صرتوا ريايل. يلا شوف قول له خلي يجيب لنا شاي. يا مهدلي جيب اثنين شاي. وانا بعد ابي شاي. عفا عليك ولا يزعل حيدر، جيب له قوري شاي. شوف هذا احمد هو طليل تو داشين القهوه. بس اسكت، يعني لازم تحسسهم ان احنا شفناهم. زين انت قايم تسلم عليهم؟ خسي انا اقوم اسلم على هاشكا. حيدر تبي صدق؟ ترى انت غلطان. لازم تقوم تتكلم عشان ما يحس ان قلبك في شيء. خي يحس عاد، حس ولا عند يدي عاد، هو اللي داش هو المفروض اللي يمر يسلم. اي عاد لو هو اللي داش هو المفروض يجي يسلم صح. تعال هذا مو كنا حيدر وربعه قاعدين هناك؟ اي هذول هم. الحمد لله والشكر. شوف شلون قاعدين. سوالفهم وضحكهم واصل لاخر القهوه. انا ودي اعوف، شلون الطلبه بيصوتون لهم؟ منو بيصوت حق هالاشكال؟ قائمه الفتن ميمعي لي هالبنات عبالهم كذي بيبون اصوات. الله يكملهم بعقولهم. شاي يا ولد. شوف سالم، انتم معطيني بس 15 حلقة، ومن هال 15 حلقة بس 9 حلقات تطلع شخصية سحر. معلش دانا انت جديدة، ما نقدر نعطيك بطلة 30 حلقة. مو انا ما قلت ابي 30 حلقة، اصلا انا ما يهمني الكم، اهم شيء عندي الكيف. ياما ناس خذوا ادوار 30 حلقة وما لهم ولا شيء، صح ولا لا؟ صح، وفي ادوار ب 15 و20 حلقة ويكون حدث. اي مو المشكلة ان شخصية سحر ما لها لا حدث ولا شيء، شخصية سنيدة. حبيبتي انت وقع معانا هالعمل، والمنتج اذا شافك بالمونتاج وعجبه شغلك بناخذك حق العمل الجاي. قول ان شاء الله. زين هو المنتج وينه؟ اقدر اقعد معاه؟ المنتج عنده ناس الحين جايينه من القناه قاعد ينسقون معاه. ايه لان في شخصيه ثانيه انا عجبتني وحابه اني اقعد مع المنتج واناقشه فيها، وهو بعد يشوفني. السلام عليكم. حبيبي سكر الباب. لا ليش؟ ازعاج برا، مو قادر ناخذ راحتنا انا وياك، قاعد يمنتجون بالغرفه الثانيه. لو سمحت استاذ سالم، انا بشوف المنتج الحين. حبيبتي انا اللي احضر وانا اللي اختار الفنانين واعطيهم ادوارهم، انت ما عليك بالمنتج، انت عليك مني انا بس. يعني شلون؟ يعني خليني اشوفك عدل عشان اقدر اعطيك الشخصيه الثانيه اللي عجبتك. انت صدق قليل ادب وما تفتح على وجهي. ايش فيك؟ دانا لحظه، ايش فيك؟ مو تكلمني.
ومن قبل حاكي كان وبنام بالصاله بعد نامت عليش طافه بشور ترى انا كنسلت مادة الدكتور ايمان هذه المليقة وسجلت حقي وحقك عند الدكتور طارق يمدحونه وايد زين ايه زين سويتي نيف عليك اختي بطج المهم ناير يلا عاد عافية دش على تويتري شوف المسجات الجديدة ايه حبي بس انا داش على تويتر مالي زين يلا عاد بسرعة زين اللي اقول شفتي دانا اليوم؟ اي شفتها احسها تسلم علينا عشان تكشخينا قدام رفيجاتها بس الا صج هذا اللي كانت معاها اليوم منه؟ ما ادري ما اعرفها ما شفتها من قبل شكلها جديدة يبيلها سيرج بي شفيش؟ شوفي منو مسوي لي فولو على تويتر منو يعني؟ مجسم الطويل اللي عندنا بالجامعة لا أشوف لازم هذا حمني شوف شحراته هي شوف أقول لا تتعشمين أنا سمعت عنه كلمتين مو حلوين شلون يعني؟ يعني تركي عنك تهتمين أقولك مسوي لي فولو نزل حقري إذا كلمت قولي لي ها؟ زين شوفي شوفي تروحني زين والتالي يعني ليه متى انتوا على الحال؟ ها؟ كل ما جيناكم، كل ما زرناكم، كل ما سيرنا عليكم، لا عاد تبودنا يا متهاوشين يا متزعلين، ايش فيكم؟ كل واحد ما تبوزه شبر والتالي يعني عمي هو يدور المشاكل، كل شوي طالع لنا مشكلة انا ادور مشاكل؟ انت لو تسمعين كلامي احنا ما نتهاوش وليش انا اسمع كلامك؟ ليش ما انت تسمع كلامي؟ لان انا ريال البيت اوفقنا زين روح زين يلا ريال البيت لا تقولي روح زين لا تفش كف العين ها؟ صدق؟ يلا وني بشوف بس شلون تطقني يلا وانا شلون بصير سكر نفسك يلا وبعدين معاكم سجنكم لا تستحون ولا تنتخون ريال ايش كبري واقف بينكم؟ ما لي احترام؟ ما لي حشيمه؟ ما لي كرامه؟ محشوم عمي دشوا داخل دشوا وقعدوا قعدوا حتى فاهم خلصوني يلا محمد هيدا هيدا هلا معك والد اي معاي وين وصلت انت؟ لا معاك انا اقول شنو كنت قاعد اقول؟ معاي انت ها؟ شنو اخر شيء قلته؟ قلت كأنك قلت الدكتور طارق كأنه بيغيرونه شيء كذي صح؟ ايه تصبح على خير وين؟ بعد وين؟ قاعد معاك تخزن الاسعاف مجنون انت؟ اروح بيتنا انام يلا ما عليك تصبح على خير واتمنى لها يا صاحبي ايش مال الاسعاف ها؟ سالمنا يما انا تعبان من الدراسه حيدر ما قصر يا يما يهو درسه حليله هالولد وايد محترم ومؤدب هو يا يما طيب وايد ناس طيبين هم بعد ابويا يما ما يقصر عسى الله يفرح ان شاء الله بزواجه امين ان شاء الله ويفرحني فيك انت بعد واشوفك مرتاحه في بيت ريلك لا يما انا ما ابي اتزوج او ايش هالحكي يما اكو بنت تقول هالكلام يما بعد شو اسوي يعني انا طالع الله ثم طالعكم وبعدين ما اقدر احط راسي على المخده الا لما اتاكد ان كلكم نايمين ومرتاحين يا بعد عمري انت حبيبتي يا بعد عمري عسى عيني ما تبكيك يا يما امين ان شاء الله بعد اقول لك ابيك تتزوجين وابي اشوف عيالك واشوفك مرتاحه ان شاء الله يما يلا تعالي خليني اقعد اسولف معك من هنا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحين علموني شو اللي صار بينكم؟ محمد أنا مو متصل فيك، قلت لي أنا وزوجتي بنروح نتعشى بمطعم وبعدين بديش السينما. خش، شو اللي عفسكم؟ شو اللي خلاكم تتهاوشون وتردون البيت؟ عمي أنا أقول لك صار. يبا أنا أقول لك. عمي أنا راح أقول لكم من غير ما تشذب. يبا أنت سألني وأنا أجاوبك. وبعدين يعني؟ واللي يقول هون ما يبي يسمع منكم شيء، زين؟ والحين روحوا داخل، روحوا داخل وخلونا نتفاهم ويا ولدي. بس ذكر والله لا تخلون الشيطان يدش بينكم. لا يلا قومي قومي خل نروح داخل. قبل لا تروحين يبي ماي حق ابوي. ما ابي ماي ما ابي اي شيء، روحوا داخل يلا. على اذنك عمي. تفضلي. على اذنك محمد. تفضلي. والحين علمني محمد ايش فيكم؟ ما يصير، عيب اللي قاعد يصير بينكم. يا يبا اي واحد توه متزوج لازم بتصير مشاكل بينه وبين زوجته، لكن انت الحين ريال انت ياهل، انت لازم اللي تتحملها. ها عطها مده خلها تفهمك، انت تفهمها تحبك تحبها. لازم يصير بينكم ود يا محمد، ما يصير كذي يا ولدي. يبا لا اعطيها العمر كله ماكو فايده، هذه عنيده. زين علمني شو اللي صار بينكم؟ طاحت ترجيتي من اول ما دخلنا المطعم، قام واحد محترم مؤدب شال الترجيه وعطاني اياها. هالمينون استخف قوم الدنيا وقعدها، قام يهاوش الريال كلمني من شد وطلعني برا كني ياهل. كل هذا عشان الريال اعطاك الترجيه؟ اي وطول الطريق مناشبني قاعد ويقول ليش تبغى سمتيله؟ ليش اخذتي الترجيه؟ ليش طالعتي؟ تحقيق لين ما وصلنا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بعرف شغله، هو متزوجني ولا شاريني؟ سمعي يا سمر، انا ابو محمد اول ما خذاني على ام محمد عقب ما طلقها كنا حاطني فوق راسها سنتين ما شفت الراحه، حاولت تسوي المستحيل عشان تفرقنا، بس انا ما سويت نفسك، انا بلعتها وسكت وتحملت. بس كه سكينا اذننا عنها وما قمنا نسمع منها ولا شيء تقوله عشان نقدر نعيش. كان الحمد لله مرتاحين انا وعمك. وبعدين اول سنه زواج لازم تكون فيها مشاكل لان انتم ما تعرفون اطباع بعض، انت عايشه في بيت وهو عايش في بيت، فشي طبيعي تصير بينكم هالمشاكل. يعني تحملي شوي، مو على كل شيء تزعلين. هو ما كان كذي، علاقتكم قبل الزواج كانت غير، كانت سطحيه، بس الحين انتم متزوجين وعايشين ببيت واحد، يعني لازم تتحملين وتكبرين عقلك، مو على كل شيء تزعلين وتبكين. خالتي سلوى كلمة عمي ابو محمد، خليه كلمة، انا وايد احب محمد وما بيخسر على اشياء تافهه. وهو يحبك ويموت فيك وانتي عارفه بهالشيء، ولا تحاتين كابو محمد الحين يكلمه، بس انا ابيك تحطين كلامي براسك ولا تقعدين تزعلين كل شوي تسوي لك مشكله. شاب كبري عقلك. تعودوا من ابليس ودحر الشيطان عنكم، كبروا عقولكم شويه. ايش فيها يعني لما انت تتنازلين شويه وهو يتنازل شويه وتمشي السفينه؟ ترى هذا علشان مصلحتكم. الزواج تفاهم، الزواج حب، الزواج مشاعر، مو كل واحد يسوي روحه بطل ويفرض عضلاته ويمشي كلمته على الثاني. لا، قعدوا مع بعض تفاهموا، هذا احسن لكم. ان شاء الله عمي، مشكور على النصايح، عسى الله لا يحرمنا منك. وانت يا محمد زوجتك هذه ذهبه، لو تلف في الدنيا كلها ما تلقى مثلها. ريال مو كل يوم لزوجه، عفا عليك. وانتي بعد ابيش توعديني وتحافظين على بيتك، لا تخسرينه. ان شاء الله عمي، لا توصي حريص. احنا بنمشي الحين انا وسلوى، لكن ابيكم اسعد اثنين في الدنيا. ان شاء الله. يلا يبا سلوى مشينا. يلا تصبحون على خير. انت من هلا. ماني راد مره ثانيه والقاكم متهاوشين. ان شاء الله يبا. فما الله. مع السلامه. السلام.
حبيبي اقوم اسوي لك عشاء؟ لا ما ابي. اصلا ما لي خلق اسوي. انت مو قلتي لي بنام بالصاله؟ باخذ مخدتي وكمبلي. وانا شلون انام يعني؟ لحم طوطه. ها غير عيشه هذه بعد. استغفر الله.
سمر. سمر انت نايمة؟ تدرين عاد انا وايد احبك. صباح الخير. صباح النور. انت كنت نايم هني؟ ايه ما قدرت انام من روحي. ايش رايك فيني؟ سويت لك ريوق. حقي؟ اكيد حقك. تسلم ايدك حبيبي. يلا يلا تعال اكلي. اول شيء العصير. يا حلوين اموت على الورد يا يعني. نمر النمور اسد الاسود. انا اسف اختي عسى ما صار في شيء. ما تعورتي؟ ما في شيء؟ ما تبين مساعده؟ مش ممكن ما ترد علي. هاي الظاهر حالفه ما تسولف. وانا حالتي حاله اجيب السياره اتودر، اجيب السيكل هم مو عاجبهم، ما ادري شو اسوي. شلون يعني؟ شنو شلون يعني؟ شنو شلون يعني؟ واحد قليل ادب وما يستحي على وجهه. على بالي انا وحده راح تبيعنا نفسها عشان هالوسط. حسبي الله عليهم، صدق انهم جليلين حي وما يستحون على وجههم. لا تقولين كذي، ترى مو كلهم كذي. هذول فئه قليله. لكن امرادهم راح يطيحون على وجههم. النهاية ما يصح إلا الصحيح. إنزين سمعي، إذا الفن الوسطي ما أدري الوسط الفني لا تشتغلين معهم، خليهم يولون كلهم. لا حبيبتي، أنا مينونة، مينونة أترك أحلامي وطموحاتي عشان واحد مثل هذا؟ بس يا الهولة بيخربون سمعتك ذيلة. أحد راح يخرب سمعتي. أصلاً
كل مكان بالدنيا في زين وفي مو بزين. حتى الجامعة فيها ناس زينة فيها ناس مو بزينة، الشغل نفس الشيء. لكن أنا متأكدة متأكدة بيجي يوم كل هالناس راح تختفي وراح أوصل للي أبي. والله ما أدري شو أقول لك، أنت أدرى بمصلحتك، بس هاد أنا ديري بالك على نفسك ولا حد يقص عليك. لا تحاتي، ما حد راح يتحرش فيني بهالطريقة، مستحيل أصلا أترك طموحي أنا، راح أواصل إن شاء الله. عود وين اللوجو؟ كاتش والله ما ادري، ما اعرف ما ادري ايش سوى فينا حيدر، ايش لي بهالطاري؟ انزين جيب اللوجو اللي حطه يمين. لا من نص ساعة. ها حطه اشوف. ايش رايك؟ اي لا احلى احلى ارتفي. انزين عدل الالوان، اشتغل على الالوان، حط الوان تجذب يعني، حط احمر اصفر، حط الوان جذابة. اوكي. بس تمام، كذا احنا تمام. زين شلون الحين تنسخ لي اياها على الفلاش؟ اي انسخ لك اياها بس دقيقة. هذا الفلاش يا طاق علي. اي خلاص ابشر يوصل لك حيدر. حبيبي. ما قصرت. حبيبي. طال عمرك، احسنت. حبيبي. زين تجي معانا المحاضرة الحين ولا بتقصها كالعادة؟ لا خلنا الحين قاعد. انت خليك عايش مع نفسك اللابتوب وعايش مع نفسك. يلا تبي شيء؟ حبيبي يلا بسلامة. يلا حبيبي مع السلامة. مع السلامة. ما خلينا احد هنا، الجامعة كلها خشينا فيها اليوم. لو سمحتي بعد سمر حياتي سمر شلونك حبيبتي؟ حبيبتي وحشتيني وحشتيني، وانا بعد عشان شوفك شفت ايامك تعال قاعدين. اشتقت لك وايد. انا اكثر ما توقعت اشوفك. ولا دانا هذه سمر صديقتي من ايام الثانويه، وهذه دانا امس تعرفت عليها. والنعم تشرفت حبيبتي. مشكوره حبيبتي الشرف لي. وناسه شفتيش؟ انت اول يوم تداومين؟ لا المفروض امس، بس انا صارت غير بالجدول. اوكي. زيود شلونك؟ زين شلونك؟ زين ما عليك كنت انت وياه. ها زين زين بصير معيد شاد حيل. من متى هني زيود؟ مالك شغل من 5 الصبح. صباح الخير. أعرفكم على نفسي. أفريلك؟ أنا اسمي أستاذ محمد. معيد للسنة الأولى بالجامعة. لا يتروقين. يمكن الكل مستغرب ليش الدكتور طارق مو معي. تهتيني ريلك ولا لا؟ الدكتور طارق راح يكون مشغول طول الكورس. ما راح آخذ مكانه. أحد ما يعرف ريلة؟ أنا اشتغل أنه يدرس هني. يعني هو؟ لو سمحت. نعم دكتور. انت شو اسمك؟ اسمي عبد الرحمن. مسجل عندنا بهالماده؟ اي دكتور مسجل. يعني احضر انا شنو؟ محاضرات غيري؟ زين تفضل، بس مره ثانيه لا تلبس شورت. بس دكتور انا ترى احضر عند دكاتره عادي يسمحون. محاضراتي انا غير. روح اقعد. ان شاء الله ماشي. أنا راح أدرسكم هالمادة. الدكتور طارق راح يشرف علي من بعيد لبعيد. قلنا لك ألف مرة لا تجي الجامعة بشورت. جاي حمام سباحة أنت؟ أقول طالع قدامك. إن شاء الله. صباح الخير. صباح النور. أنتم مسجلين بهالمادة؟ إيه. شنو أساميكم؟ أنا بيشو. أقصد بشاير. أنا مناير. طيعة هالاشكال. ذكريني بعدين اقول لك سوالف عنهم. دانو قالت لي سوالف لين الراس. صدق؟ اي. انتوا خوات؟ يس. اي استاذ بس ما تشابهون.
منيرة شيلي اغراضك وطلعي برا. استاذ دكتور انا اتغشمر. قلت لك شيلي اغراضك وطلعي برا يلا. الجدول عندكم؟ اي استاذ عندنا. تفضلوا. شكرا دكتور. استاذ. شكرا استاذ. شكرا. كان ودي البدايه تكون افضل من كذي. ما خليتوني اقول ولا شيء. بس ان شاء الله الايات اكثر. او ماي جاد. ايه شفتي؟ ماي مناير حتى شخصيه. باين عليه وايد طيب وجدي. قطع على اشكاله. الحين هذول مستجدات بيقعدون على قلوبنا. مستجدات سنه اولى خليهم علي. انا نحش لك اياهم واحده ورا الثانيه. لا تحاتي. عافيه. تبي تبي. معود هذا شكله وايد عصبي يا معود عشان ما يسقطنا على اخر السنه اذا اول يوم كذي. مالك شغل بجره الكذابه ها. الحين بس اخلص محاضرة نروح للمكتب ونقردم. جرأت الكذابة. اي كذابة ديكور على شكل. لو سمحتي عندك قلم زيادة لأن قلمي ضايع. عاش تفضلي. زين وانتي؟ عندي غيره. مشكورة. عفوا. هلا صباح النور، شلونكم؟ الحمد لله. شلون الدراسة؟ الحمد لله زين. الحمد لله، يلا اهتموا بدروسكم. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أدر؟ خرتني. توك تشرفين؟ شنو؟ أنت ايش قاعد تسوي هني بمكتبي؟ قلت أبي أروح عيادة نساء نص ساعة وأرجع. خلص محاضرتي. ويطوف ساعة إلا ربع. حضرتك ما شرفتي. خوش عيادة نساء. شش. لا يسمحونك الدكاترة، قصر صوتك. ما يهمني أحد أنا. صج؟ بدر قوم اطلع برا. تطرديني من مكتبك وأنا رايلك؟ رايلي بالبيت. هني مكان عمل يا دكتور بدر. كذي السالفة يعني؟ إي كذي يعني. والحين تفضل قوم. لأن عندي محاضرة. يصير خير. أنا أوريك بالبيت. انزين خلاص عيل أنا راح أنتظرك هني. هولة أدري عنك. روحي. زين. نطريني ها؟ لازم اسوي الدور صح. انا هذه تطنز علينا احنا انا اوريك فيها. بشاي ترى مو من صدق تفكرين بوحده نفس هذه؟ حرتني حرتني بنت اللذينه. تعرفين زين اللي دوس لي على الطرف امحيه من الوجود